أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كثر السؤال حول التبليغيين، وذلك أن بعض الإخوة كانوا يشاركونهم في نشاطهم وفي خروجهم، وهم معنا الآن يريدون معرفة الحق، وبماذا تنصحهم مع العلم أن بعضهم كان له أكثر من 10 سنين وهو معهم، وبعضهم أكثر من 5 سنين وهم الآن يريدون معرفة الحق، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا إخواني نوصيكم باتباع الكتاب والسنة، وأن تكونوا مع أهل السنة والجماعة، هذا الذي نوصيكم به، وأن تتركوا الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة عموما. وأما جماعة التبليغ فقد كتب عنهم كتابات بينت ما عندهم من الأخطاء والملاحظات، وهي كتب موجودة ومطبوعة، اقرأوها، وقد ألفها من مشى معهم وعرف طريقتهم، ناس اشتركوا معهم في الأول وذهبوا معهم إلى بلادهم وعرفوا، فتبين لهم أخطاء عظيمة وكتبوا عنها عن علم ومعرفة لأحوالهم. ومن العلماء من كتب عنهم نقلا عن من ذهب معهم وسبر حالهم، فأقرأوا هذه الكتب المؤلفة في انتقاد جماعة التبليغ، وأنتم لا تذهبون مع فلان وعلان، اتبعوا ما عليه هذه البلاد، إن كنتم من أهل هذه البلاد اتبعوا ما عليه علماء هذه البلاد، علماء الدعوة، وهي دعوة صحيحة ومنهج سليم ولله الحمد. وإن كنتم في غير هذه البلاد اتبعوا الكتاب والسنة واتبعوا ما عليه أهل الحق، وهو واضح وبين ولله الحمد.